من جملة 5442 عينة استلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من 23 مختبرا موزعين في عدد من المدن والمناطق. أظهرت النتائج وجود 4404 عينات سالبة و 1038 عينة موجبة، بينها 791 جديدة و 247 مخالطة، أي بنسبة 19% من الحالات الموجبة. مدينة طرابلس تتصدر نسبة الإصابات اليومية منذ فترة ليست بقصيرة، حيث سجل فيها 355 إصابة بينها 215 جديدة، تليها مدينة بنغازي ب 112 حالة جديدة. حالات الشفاء حسب المركز سجل فيها 1208 حالات مقابل 16 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي الإصابات 333,464 حالة بينها 79,204 حالة نشطة، وقدرت أعداد المتعافين ب 249,327 حالة، فيما بلغت الوفيات 4533 حالة.